عقد صباح اليوم ببيت الصحافة مؤتمر صحفي لحزب الاتحاد الوطني من أجل التغيير في تشاد، حيث ترأس أعمال هذا المؤتمر رئيس الحزب آدم حسن عيسى بحضور عديد من صحفي وسائل الإعلام المختلفة. إبراهيم محمد موسى وتفاصيل هذا المؤتمر الصحفي. إن اليوم الوطني للأشخاص المعاقين تم تحديده بالمرسوم رقم 136 من 6 يونيو من عام 1994. هذا اليوم يحتفل بتاريخ 7 فبراير لكل عام تحت شعار استقلالية الأشخاص المعاقين أمر يخص الجميع. إن اختيار هذا الشعار يدلنا على أكثر تفكير أنشطة حقيقية ومستمرة، وذلك حسب الوضع الأشخاص المعاقين في تشاد. إن التنظيم الجيد لهذين القطاعين هو شرط أساسي من خلاله يحس الشخص المعاق إنه ليس محان. إن التربية وافتتاح فرص العمل يعدان عوامل أساسية في تنمية وتطوير الشريحة البسيطة والصعبة في المجتمع، لهدف تحقيق مضمون البرنامج الاجتماعي لأجندة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو. إن السيدة الأولى هند ديبي تنو تهتم اهتماما كبيرا بالمواطنين، إنها واقفة ليلا ونهارا مع الأشخاص المعاقين لكي تساعدهم. شبكة الأشخاص المعاقين في تشاد تدعم مؤسسة القلب الكبير.